بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السيدة بأن عدد أشخاص الذين يعيشون حاملين الفيروس يبلغ 29,000 شخص، في حين عدد الحالات المصابة المصرح بها بلغت 3824 حالة بين سنة 1986 و 2012، منها 4614 حالة مرضية و 2508 حالة حاملة للفيروس، أي 80% شخص يجهلون إصابتهم بالفيروس وبذلك يستمرون في نقله للآخرين دون علمهم، كما أن الإصابة في صفوف الشباب تصل إلى 90%. لذلك فإن المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة السيدة الذي يعني المرحلة 2012-2016 يلتزم المغرب من خلاله ولوج الجميع إلى خدمات الوقاية من الفيروس، فقدان المناعة مبتذل والعلاج ودعم الأشخاص الذين يعيشون مع الفيروس. بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والجمعيات المهتمة بمحاربة هذا الداء، إلا أن هذا القاتل الصامت ما زال يواصل الانتشار في أوساط المغاربة، خاصة بين الفئات أكثر عرضة للإصابة وهي فئة الشباب. وبهذا الصدد سنتطرق حول تعريف بمرض السيدة، مصدره، أخطاره، أعراض المرض السيدة، كيفية علاج المرض السيدة، ثم كيفية الوقاية من مرض السيدة، وكيفية التعامل مع المصاب بمرض السيدة. وشكرا. كلمة لأنستسيا. السلام عليكم، أنا بدوري كان رحب بكم وكنشكركم بزاف على الحضور ديالكم، وكنشكر جمعية بويا اللي نظمت هذه الحملة التحسيسية. في البداية كيف ما قالت حكيمة غنطرقوا للتعريف ديال السيدة. دونك شنو هي السيدة؟ السيدة هو مرض خطير يصيب الجهاز المناعي للإنسان، يهاجم فيروس الأيدز الخلايا اللمفاوية الدقيقة اللي كتمثل العمود الفقري والعقل المدبر لجهاز المناعة عند الإنسان، فيتكاثر فيها ويدمرها، ومن ثم يدمر هذا الإنسان ويهلكه. ما هو أصل السيدة؟ أصل السيدة هو فيروس فقدان المناعة المكتسبة عند الإنسان، يوجد في إفرازات الجهاز التناسلي المهبلية والمنوية والدم. كنشوفوا في الأول كيكون دخول الفيروس للجسم، هذا الفيروس كيدخلها عن طريق ثلاثة عوامل، يا إما بالجنس ولا بالدم ولا عن طريق الحمل، يعني المرأة ملي كتكون حامل ولا ملي كتكون تربط على الولد ديالها. في الأول كيكون كتبدا تنشيط الخلايا، الجسم ديالنا كيدير واحد إنتاج أجسام مضادة، موراها ظهور الأجسام المضادة في الدم، بعدها كتكون تدمير الخلايا المناعة المساعدة، وموراها كيبان الإصابة بالفيروس. شنو هي طرق العدوى؟ كتنتقل مرض السيدة إما نتيجة علاقة جنسية غير محمية مع شريك مصاب، باستعمال أدوات ملوثة بدم وعفن أو غير معقمة، بحال في عند الحلاقة، أنت كتمشي عند الحلاق وداك الأدوات ديال الحلاقة مقص ولا لالام ولا شي تسنان، يعني كتكون كيستعملها شي مصاب كتولي تستعملها أنت مور. من الأم الحامل المصابة إلى جنينها أثناء الحمل أو الولادة، الأم الحامل تاهي كتنقل العدوى للطفل ديالها ولا الجنين ديالها، من الأم المرضع إلى رضيعها عبر حليبها، الأم المرضع تاهي المرأة اللي كتكون ترضع كتنقل الفيروس عن طريق الحليب ديالها. خصنا نعرفوا باللي السيدة ما كتنتقلش بواحد مجموعة من السلوكات بحال المصافحة والمعالقة، شي واحد إلا كانت فيه السيدة وسلمتي عليه ما كتكونش العدوى. استعمال نفس اللباس والفراش، بحال شي واحد إلا كان معاك في الدار الله يستر فيه السيدة وكتستعمل معاه نفس الفراش ولا كتنعس داه ولا كتلبس كسوتو ما كتنتقلش السيدة. تناول الأطعمة والمشروبات واستخدام أدوات الطعام في الأماكن العامة، حيث مشيتي لشي قهوة مشيتي لشي بلاصة وليتي في هذوك الطباسة وهذوك الكيسان ولا استعملتيهم ما كتلقاش العدوى. بمناسبة زيارة المصابين بالمرض، إلا مشيتي للسبيطار تزور شي حد عن طريق العطس والسعال ما كتلقاش السيدة عن طريق العطس والسعال، استعمال الحمامات
عن طريق ضغط الحشرات. الحشرات حتى هي ماشي وسيلة لنقل السيدة بالمخالطة بالأماكن المزدحمة كالمواصلات العامة في محيط الأسرة أو العمل، يعني صاحبك ولا شيخك معك إذا ما تنتقلش من عند السيدة. استعمال أجهزة الهاتف العامة ديال بوتيك ما تنتقلكش السيدة. استعمال أحواض السباحة العامة باش نحيو نفوسنا من السيدة يجب تبلغ إخلاص في العلاقة الزوجية، استعمال العازل الطبي، استعمال أدوات معقمة أو ذات استعمال واحد، يعني كل واحد في نفسه يكون عنده الأدوات ديالو الخاصة به. بحال مشيتي عند الحلاق تكون عندك لالام ديالك وعندك الحويجب، مشيتي تسنان تكون ديالك، يعني يكون الأدوات كل واحد يكون عنده أدوات ديالو خاصة به. استعمال القفازات الواقية، العلاج في حالة الإصابة بمرض مرقول جنسي، يعني دوك ملي كيكون فيك شي مرض جنسي في الأول خاص تكون العلاج باش ما يطولوش هذاك المرض. يجب اجتناب تعدد الشركاء الجنسيين، الحمل في حالة الإصابة بفيروس السيدة. الله يخليكم، تابعوا معنا إلى أن شفتوا أن اليوم الآخر ديال العرفة. قلنا يجب اجتناب تعدد الشركاء الجنسيين، الحمل في حالة الإصابة بفيروس السيدة، تبادل الحقن بحال الناس اللي كي أصلا يصير كيدير المخدرات ولا يعني على الأقل واخا كيدير المخدرات ولكن كل واحد تكون عنده الحقنة ديالو الخاصة به. أنت أصلا ديجا في واحد البلية ديال المخدرات على الأقل باش تبعد على بعض الأمراض. هذه الصورة كتبين خطورة الأمراض المنقولة جنسيا. الأمراض المنقولة جنسيا كتؤدي إلى الوفيات، السرطانات والإجهاض وبعض التشوهات الخلقية مثل المرأة عند المرأة الحامل كتنتج عليها الإجهاض والتشوهات الخلقية. هذه الصورة كتبين بعض الأمراض المراوغة للسيدة وتؤدي الى البطن والتشوهات الخلقيه والاجهاض. هنايا كيقول لنا سرطان عنق الرحم. ما هي مراحل داء السيده؟ في الاول كتكون عندنا مرحله الكومون، هذيك مرحله الكومون هي اللي كينتشر فيها الفيروس في الجسم بلا ما كيبانوا الاعراض. موراها مرحلة ما قبل السيدة. المرحلة الثالثة هي مرحلة السيدة، هي المرحلة اللي كتبان فيها الأعراض على المريض. دونك شنو هما أعراض داء السيدة؟ لا توجد أعراض خاصة بالسيدة إلا أنه يقع تدهور عام في الصحة وتظهر الأمراض الانتهازية مثل داء السل والسرطانات. كيف ما قلت بان السيده في الاول ما كتبانش على بنادم، يعني حيت هي هذيك الفتره اللي كيكون فيها فتره الكومون كتطور عند الاشخاص كتوصل حتى 5 سنين بلا ما يبان عليه حتى، يعني من ذاك الوقت اللي يدخل فيها الفيروس الجسم ديالو حتى ظهور اول عارض ما كتبانش، يعني شي مره حتى 5 سنين، كاين شي ناس كتوصلهم حتى 10 سنين، وكاين شي ناس ما كتبانش عليهم نهائيا الاعراض، يعني ورا فيه السيده وما كتبانش نهائيا على الاعراض. حتى كتوصلوا هذيك المرحله ديال السيده ما كتدهور الحاله الصحيه ديالو كتجي بعدا وكيولي معرض، يعني بحال اي مرض كيجي كي سهل باش يقيسه بحال السرطانات ومرض السكر. مانيش عارفه واش غتبان لكم مزيان الصوره كتبان لي ما وضحش، ولكن هذه كتبين سميتو كتبين بعد يعني بعد الامراض اللي بعد الاعراض اللي ديال السيده. عندنا يا سرطان الجلد تعفنات في الفم، يعني الفم كله كيطيب وكيهبط كله كيولي بيض. هذا هو طرح جلدي، يعني كيكون واحد بحال الجلد كله كيمرض كيولي طايب وفيه بعض التورمات. فقدان شديد للوزن. هل للسيدة علاج؟ ليس للسيدة علاج أو تلقيح لحد الآن. السبيل الوحيد هو الوقاية والابتعاد عن مصادر الخطر.
دونك حتى لحد الان العالم كله ما لقاوش شي علاج للسيده. يعني كاين الدواء بحال مثلا مرض السيده كيداو ولكن ماشي كيبرى هذا الدواء غير بحال كيخلي حالته مستقره يعني ما كيقووش المرض ديالو وما كيبانش غير اعراض ولكن ما كاينش شي علاج يحد من هذا يعني تبرى يعني مثلا بحال شي مرض كتكون مريض تشرب دواء تبرى يعني لحد الان ما كاينش شي علاج وما كاينش تلقيح انا قلت انا لقاو تلقيح ترى الناس كدير تلقيح وما تحت ما يبغي شنو هو الدورة ديال هذا الدواء؟ كما قلت انه يمنع تكاثر الفيروس فقط يعني بحال كتخلي الحاله ديالو مستقر. وكيفاش يمكننا نتعرفوا على المصاب بالسيدا؟ دونك لابد من اجراء الفحص للكشف عن مضادات الفيروس كديروا ذاك الفحص مانيش عارفه واش كتعرفوا واش عندكم فكره على ذاك الفحص هو واحد كان سبقنا درنا هنايا في بن طيب في الاولى كانت بعدا في العام اللي فات جات واحد الجمعيه هنا دارت هذاك الفحص وهذه المره كانوا داروا في بن طيب بصح هذه المره استفدوا منه غير النساء الحوامل والنساء من 15 ل 49 عام ان شاء الله غايجيبوا لنا هذوك التاس اللي كيديروا بهم هذاك الكشف وغنجيبوهم لهنا الصين. هذاك الفحص كي دار تما كتعرف النتيجه هو فحص سري يعني تحت ما الله يستر لا قدر الله لقيتي فيك هذاك المرض ولا يعني كيكون سري يعني كيبقى بينك وبين هذاك الطبيب ولا هذاك الممرض اللي دار لك التحليله وهو ولا لقاو فيك شي مرض ولا هما كيصيفطوا يعني هما كيوجهوك فين تمشي. كيف نتعامل مع الشخص المصاب؟ دونك الشخص المصاب بمرض السيدا هو انسان عادي يجب عدم تحسيسه بمرضه والرفع من معنوياته يعني بحال ماشي شي حد الا كان بحال في العائله ولا شي صاحبك ولا فيه السيدا بحال تتعامل معاه بحال شي واحد بحال ما تهضرش معاه هو انسان عادي كما قلنا ان السيدا ما كتنتقلش بالعلاقات العاديه ما كتنتقلش يعني ضروري غير تحيي نفسك وصافي. هذا العزل الطبي كيف ما قلنا يعني ضروره هو الدور ديالو يعتبر العزل الطبي وسيله من وسائل منع الحمل وفي نفس الوقت وسيله طبيه لتجنب التعفنات المنقوله جنسيا. دونك الدور ديال العزل الطبي هو الوقايه من جميع التعفنات المنقوله جنسيا. دونك شنو هي الحاجه اللي نركزوا عليها باش ما نتقاسوش الله يستر السيده هي الوقايه يعني في الاول يعني غنحضيو ريوسنا ما نستعملوا الهادي الطبي بحال حاله العلاقات الجنسيه ما الحوايج اللي يكونوا الحوايج ديالنا بيرسونال يعني الحوايج خاصه ديالنا ما نستعملوش ماشي نستعمل البيك ديال صاحبي ولا نستعمل شي تسنى ديال هذا ولا نمشي عند الحلاق ونستعمل دوك الحوايج لانه هو النهار كله كيجي عنده كل شيء يعني كيجي عنده اللي مريض ولا ماشي مريض ما يمكنش تعرف الحلاق تقول له يا لا ما غتعرفش شنو من الناس اللي كيجيو عندك. دونك شنو هما حقوق المصاب؟ دونك المصاب بداء السيدة نفس حقوق المخولة لكافة البشر لأنه هو في الأول يعني حتى هو بنادم بحالنا بحالو حتى هو ماشي هو بغا يتحسو السيدة حيت حنا ديك النظرة ديما اللي عندنا بحال مصاب السيدة غير جابها من شي بلاصة خايفة حيت لأن كاين أطفال يعني أبرياء بحال واحد اللي كيجيبها من الأم ديالو يعني ماشي هو بغا يتحسو ماشي هو اختار أنه يكون مصاب السيدة. دونك داكشي علاش خاص يكون عنده حق بحالو بحال كافة البشر عنده الحق في ظروف عيش صحية الحق في المعرفة الحق في التمدرس الحق في العمل الحق في العلاج الحق في السرية والتكتم يعني شي حيلة المريض جا عندك وقال لك أنا ما بغيت حد يعرف بلي أنا مريض السيدة هذاك الطبيب ولا هذاك الممرض هو ملزم باش ما يقولها تلك يعني غتكون السرية التامة الحق في عدم التمييز. كخلاصة داء السيدة يغتصب براءتنا يسرق أحلامنا يحتقر أحبتنا وأصدقائنا يحتقر آباءنا يشرد أطفالنا داء يقتل الفرد منا مناعته البيولوجية والوطن مناعته الاجتماعية وشكرا. شكون فيكم عنده شي سؤال ولا شي حاجة؟ أي سؤال في مرض ديال السيدة؟ أزول دابا غنسمع الحضور الله. ساعد تخرج.
أزول معنا يطلب الخير كيرد حضان دانيتي واحد الشكر جزيل للجنة اللي تابع الوزارة الصحة اللي حضرت معنا باش تعطينا واحد تقديم للخطورة السيدة والإجراءات باش نتصدوا ليها. أنا عندي واحد السؤال اللي كي يتمحور في ما هي الخطوات التي وضعتها الدولة للقضاء على هذا المرض الخطير، وهل الدولة وضعت إجراءات خاصة للقضاء على عزلة المريض وخاصة إقليميا أو فيما يخص الإقليم ديالنا اللي كنتموا ليها إقليم دريوش، وهل عندها شي برنامج باش أنها تأسس أو شي الأخر مستشفيات باش تشوف في المريض المهم. على مستوى إقليم دريوش حنايا هذا العام شاء الله فتحنا ثلاثة مراكز صحية باش نكشفوا على مرض السيبا. كاين مركز ديال بن طيب، كاين دريوش، وكاين ميطا. هاد المراكز بحال هاد الحملة اللي درنا دابا كانت غير بالنسبة للنساء الحوامل والنساء اللي سميتو من 15 حتى 49 سنة. صح من بعد رحنا كنتسناو غير يجيونا غير هذوك اللي كيديروا لهم التحليله يتسمى دوك لي تيست ديال باش نكشفوا على مرض السيده وان شاء الله غنغلب. والدوله اصلا راه غاديه في هذا حتى هي في نفس الاتجاه باش ولات كتعمم سميتو هذه شحال كانوا شكون هما اللي كيديروا لهم الكشف على مرض السيده، يعني غير هذوك بحال كانوا كيمشيو غير دوك بحال غير بحال دوك النساء ولا دوك الرجال اللي يعني اللي كتكون عندهم علاقات جنسيه غير شرعيه كانوا كيديروا غير هذا، يعني بحال كانوا غاديين غير فواحد النطاق. دابا لا، بحال دابا هاد الحمله هذه اللي دارت النساء الحاول بحال دابا كيقول لك كاين بحال مثلا اي واحد راه معرض لمرض السيده، يعني ماشي غير واحد مثلا دار علاقه جنسيه، اي واحد بحال دابا انت مشيتي عند حلاق وحده حامله يقدر يكون جاب لها راجلها، يعني بحال هكا، يعني بحال اي انسان راه معرض لمرض السيده. طيب وشكرا، يعني واش الاجابه كانت واضحه عن السؤال ديالك؟ البرنامج تاع وزاره الصحه وطنيا، وهذا هو البرنامج الوطني، هو هاد المراكز الصحيه الكشف عند السيده. بحال دابا حنا بديت هاد العام في دريوش فتحنا ثلاثه المراكز، دريوش وميدار وبن طيب. التنسيق كاين بحال دابا اللي كيكون كنديروا التحليله، ملي كيلقى هذاك الطبيب ولا الممرض اللي دار التحليله، ملي كيلقى شي واحد مصاب كيسيفطو للناظور حيت تما كاين مركز متخصص كيوليو يديرو له واحد التحليله باش كياكدوا له الاصابه ديالو، من تما هما كيديروا له سميتو من تما هما كيتبعوا كيديروا متابعه الحاله الصحيه ديالو، يعني بالدواء كلش. واحد الاضافه بالنسبه لوزاره الصحه، دارت واحد الشراكه مع وزاره التربيه الوطنيه من اجل محاربه هذا المرض، ولهذا احنا كنا نتمناو ان التلاميذ تاع الاعداديات والثانويات يكون الحضور ديالهم مكثف، لان في يوليوز 2012 تمت واحد الشراكه ما بين وزاره الصحه ووزاره التربيه الوطنيه حول مكافحه هذا الداء. شكرا لك. شكون عنده شي تدخل ولا شي سؤال؟
فهمتوا هادشي اللي درناه دابا كلشي مفهوم؟ ما كاينش شي غموض؟ أزول دمار الساعة ما رأيني كحي حضرنا إنتا أنا عندي واحد سؤال يعني فين تحتشر السيدة بزاف واش بالنسبة للعالم القروي كاين حالة تما ديال السيدة وبالنسبة للمدينة واش كتنتشر فيها بزاف ولا لا وما هي نسبة السيدة المنتشرة في المغرب؟ بالنسبة للسيدة المنتشرة في المغرب بالنسبة للعالم القروي أو للعالم الحضاري، إحنا كنعرفوا بلي العالم الحضاري كتكون فيه بزاف ديال العلاقات الجنسية غير محمية، كيكون انتشار ديال المخدرات أكثر، وخصوصا بالحقن، لذلك كتكون السيدة في العالم الحضاري أكثر من العالم القروي. بالنسبة لعدد الحالات في المغرب، عندنا 29,000 حالة في المغرب، من بينها كاين 6824 حالة هي اللي معروفة، في حين أن 80% ما معروفاش، يعني هادي ما عارفينش الحمل ديالهم بالإصابة ديالهم. وبذلك وباش غادي تقولوا لي كيفاش داروا كسبوا هاد 80% أو منين جابوا هاد 29,000 حالة؟ هادي راه إحصائيات ديال المغرب كتقوم بها الدولة. صافي نتمنى تكون جاوبت السؤال. والجهة في المغرب اللي منتشر بها بزاف هاد السيدة هي جهة سوسمة صدرة. هي اللي منتشر فيها بزاف وقيلة بنسبة 26% من المغرب. وهاد غير هاد الحملة الأخرى اللي داروا هاد المرة التالية لقاو 48 حالة ديال مرأة حامل. عاد ما دارش بزاف ديال الصنف لقاو 48 حالة ديال مرأة حامل. هاد حنا كنا كنتخيلوا بأن غتلقاي مثلا كتقولي داروا غير النساء الحوامل غتقولي هذيك النساء هذيك الفئة ماشي هي الفئة المستهدفة، يعني ماشي مع ذلك لقاو 48 حالة غير في سيمانة. هاد الشيء هاد الحملة كانت في سيمانة، يعني السيدة كاينة في المغرب ماشي ما كاينش، يعني ها بحال غير سميتو هادو غير اللي كيمشيو اللي يديروا الكشف بلا هادوك اللي راهم اللي ما كيمشيوش، يعني اللي بلا اللي راهم مدربين. أعراض السيدة كيف تكتشف المريضة؟ نعم أعراض السيدة بالنسبة لأعراض السيدة واش يمكن نكتشفوا المريضة قبل ولا حتى يدير التحاليل؟ لا لابد من التحاليل. أعراض ديال السيدة ما تبانش في مريض عادي. بالنسبة لأعراض ديال السيدة ما غتبانش في مريض عادي، يقدر يكون حامل للفيروس ولكن ما بيناش في الأعراض. في الأول كتكون مجرد عن ارتفاع في درجة الحرارة في الماء، إسهال حاد، نقص في الوزن، بزاف ديال الحالات، ولكن للتأكد من المرض ضروري من إجراء الفحوصات الدموية، منها كيتأكد المرض. وكتكون تقريبا الفحوصات الدموية باش تبين العدوى بالمرض كتكون 3 شهور بعد الإصابة. يعني إنسان يقدر يتعدى بالمرض اليوم لا غدا يدير تحليلات تخرج له سلبية، ولكن بعد 3 شهور تخرج إيجابية. بالنسبة للعلاج ديال مرض السيدة واش كاين شي علاج محدد ولا لا؟ بالنسبة للعلاج ما كاينش علاج ديال مرض السيدة اللي غادي يداوينا مرض السيدة تلقائيا، ولكن التخفيف يعني علاج كما نقولوا تطويل امد الحياة، تمديد الحياة كاين علاج، ولكن باش يقطعنا المرض ديال السيدة لا كاينش. لحد الان ما كاين لا علاج لا يعني دواء تعيش مع المرض. الدولة كتكلف بداك العلاج مجانا، يعني التحليلة كدار مجانا، العلاج مجانا. شي تساؤل اخر؟ بالنسبة للتلامذة ما سمعنا منهم حتى شي سؤال. تلاميذ وي تفضل. فاش؟ لا تقريبا مش ما تتمعنا الحمد لله. اصلا درنا احنا التحليل اللي درناها كانت بالنسبه للنساء، بالنسبه للنساء ما كاينش حال. المهم زول دام الناس مره وينا ونشكر سمعتنا في راديو سينار هذا في كنت الحمليات التاسيسيه، نشكر جمعيات هويا للتنميه والثقافه والرياضه ديال تورشير. فيما يخص مرض السيدة في المغرب بأكمله، قلت الأخت يعني باش يتكون السيدة مرض السيدة كيكون عن طريق يعني كيفاش غادي نعبر عليها بالعربية؟
علاقه جنسيه غير شرعيه بالاقصى. اسمح لي ما قلناش علاقه جنسيه غير شرعيه، علاقه جنسيه غير محميه، غير شرعيه وغير محميه في نفس الوقت. علاش زعما الدوله المغربيه ما ديرش قانون واضح غادي يحيد هذيك العلاقه الغير شرعيه الغير محميه، يعني يدير لهم الحد ديالهم باش بعدا نتجاوزوا هذا النقطه ديال المرض السيدة، خصوصا القانون المغربي اللي من اجل كيفتح واحد المجال للسياحه عن طريق العلاقات الجنسيه والغير الشرعيه، خصوصا في المدن. وخصوصا قلت لي بانه جهه مس درعا سوس كاين فيها حالات ديال مرض السيدة اكثر في المغرب. علاش انا نقول لك السبب؟ علاش؟ لانه هي المنطقه السياحيه اكثر في المغرب، وبالتالي علاش انتشرت فيها اكثر في هذه الجهه؟ السياح كيجيو للمغرب عن باش يستغلوا هذيك النقطه ديال العلاقات الغير الشرعيه. وشكرا. شكرا لك اخي. بالنسبه لك حقيقه السؤال ديالك جا في محل التدخل ديالك فيكم، ماشي سؤال، جا في محل ديالك، حيت حنا في بلد اسلامي وما يمكنش نرضيو الشمس بالغربان. داكشي اللي كاين، يعني يجب نعترف ان الدين ديالنا كيحصننا بهذا المرض وامراض اخرى يعني كتنتقل جنسيا. ولو التزمنا بالتعاليم ديال الدين ديالنا وحرمنا الزينه وداكشي وشددنا الخناق على المتهنين وضعفنا العقوبه ديال الخيانه الزوجيه وصعقه ديال المخدرات، وكون قلت النسبه ديال الاصابات سنويا بهذا المرض. وشكرا. لا غير اسم انا نرد اخي، كنقولوا علاقه جنسيه غير محميه هي ماشي غير محميه، ماشي هي تساوي غير شرعيه. غير محميه هي مثلا كدير علاقه جنسيه ولا ما كدير عزل تبع، يعني غير جنسيه ماشي هي غير محميه، ماشي هي غير شرعيه. وكتقولي ودي فراك تحرق دوله ما تقدر دير والو، ما انا ما يمكنش. قولي انت شي، مانيش عارفه انا واش زعما انت عندك شي فكره في راسك باش تحد من هذا المرض، يعني شنو كتقولنا؟ السياحه، يعني السياحه سبب رئيسي في الانتقال ديال هذا المرض. وحنا قلنا ماشي بحال مثلا العلاقات الجنسيه، ماشي هو ماشي 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 هو غير سبب واحد سميتو انتقال مرض السيدة. كيف قلت لك كما تقولوا اطفال ابريات، يعني ام كتكون حامله وكتولد طفل، يعني هذاك الطفل الام ديالها دابا صافي، دابا ديجا قلنا مرض السيدة الزوج ديالها، الزوج ديالها ما شي علاقه شرعيه، ربما يكون هو مارس شي علاقه. قلتوا بانه كاين واحد النسبه في المغرب 29000 ولا شي حاجه، اسمع لي النظره هكا احسن. قلتي بان كاين 29000 حاله مثلا في المغرب، غنخليوها في هذيك 29، خصنا نشوفوا الحل اللي غنخليوه هذيك 29. راه حنا عرفنا بانه دخلت المغرب، ما خصناش نزيدوا عاد نزيدوا الحالات، نخليوها في هذيك 29. ما نفكروش دابا غادي نداويو هذوك، نورمالمون خصنا نفكروا نخليوها في هذيك 29. يا ريت تكون كانت السياسه ديال المغرب تقدر توقف هذيك 29 حاله. حنا قلنا هذيك 29 حاله راه 80% منها جهلا المرض ديالها، يعني ما عارفينش الاصابه ديالهم، يقدر يكونوا متعايشين معانا ما عارفينهمش حنا بني مصاري، ما عارفينهمش. علاش حنا كنقولوا الدوله ما كتقدرش؟ داكشي علاش حنا كنديروا اصلا هذه الحملات؟ علاش كتحتاج هذيك 29000 حاله؟ هذيك احصائيات، راني قلت لكم هذا السؤال غادي يجي احصائيات نتاع الدوله كتدار في العالم كامل، ماشي غير على الصعيد المغربي، الصعيد المغربي بقينا 29000 حاله. بالنسبه عاوتاني منين قالت الاخت بانه العلاقات الشرعيه والغير محميه، راه باين ما يمكنش انا نمشي ندير علاقه شرعيه يعني غادي نمشي ندير تكون محميه، راه غادي ندير علاقه غير محميه امشي الا درتها غير شرعيه. يمكن ما فهمتنيش، يمكن ما فهمتنيش. علاقه تقدر دار علاقه شرعيه وغير محميه وتنقل الفيروس، علاش؟ لان الزوج ربما جاب الفيروس من مصدر اخر، يعني كان مسافر ولا مارس شي علاقه شرعيه غير محميه، جاب الفيروس غادي يعدي الزوجه ديالو مع ان هذيك العلاقه راها شرعيه ومحميه غير محميه، فهمت؟ يعني الفرق ما بين شرعيه ومحميه وغير شرعيه. راني عرفت الفرق، ولكن الزوج ما يمكنش يجي يدير العلاقه مع مرته لا، وراه باغي يدير الدراري، الا دار محميه يعني ما غاديش يكون الدراري. لا غير محميه، حنا هضرنا قلنا غير محميه. لا باش ما نوصلش.
اش حنا كدابا انا عرفت كدابا البيان قلت لك 29 نخليوه 29 حنا واش نو باغيين يعني شنو ديال نوعيو الشباب ديالنا ونوعيو يعني الشباب ديالنا الوقايه نركزوا على الوقايه بلا ما يحدي راسو يعني ما بحال مثلا دابا انا اي واحد كنشوف فيه نقول ما نقولش يا لا هذاك راه مزيان ما كيدير والو اي واحد كنشوف فيه نقول مثلا واحد نقول هذا كيقدر تكون فيه السيده السيده دائما في المغرب انا نشوف راسي نقول ان شاء الله بس راسي ما لا ديش بلوى ماشي غير نشوف هادو حتى ان بنادم يشوف راسو يمشي يحمي راسو هو الاول عاد يمشي غير يحمي كنركزوا على الوقايه ضروري هذا شاهد المهم في البدايه زول كان على السير حضور الكريم ديال سي مهرغه حمليه حساسيه ديال سموت المدويه استنسيقه ديال المدويه الصحه ديال اقليم دروش انتقاد اسمه ديال سي المدويه الصحه باش تقطن في الورشه ديال مهرغه كنشكرهم شكرا جزيلا الاضاءه اللي عطاوها على مرض السيدة وعن الاعراض ديالو والنسبه ديال الاصابه والاحصائيات اللي وصلت ليها الوزاره المعنيه غير انه كنعرف ان الاخوات يعني المهمه ديالهم يعني هي ترشيديه ويعني لكيفيه يعني الوقايه من مرض السيدة الا انه هنايا يعني ممكن نطرحوا واحد الاشكال هما طرحوا العوامل المحدده اللي كتسبب يعني مرض السيدة واللي كتجلى يعني في العلاقات الجنسيه وفي استعمال الادوات يعني غير المعقمه عند الحلاقه عند اطباء الاسنان استعمال سميتو ادوات ديال المريض المصاب بالسيدة الى اخره انا كنظن ان هذه العوامل كلها كتسمى عوامل محدده الا ان دابا يعني العوامل الكبرى اللي كتفرز لنا يعني هاد المعضله اللي الفتاكه في المجتمع كتدمر البنيه ديال المجتمع وكتفتك الاسر يعني كتفتك الكاباسيتي ديال المجتمع الانتاج ككل هي عوامل بالضروره عوامل سياسيه واقتصاديه في نفس الوقت الاخ قبيله يعني ذكر كنموذج سوسمه الصدرعة يعني كمنطقه كتنتشر فيها السيده بواحد النسبه كبيره ملي كنمشيو لمنطقه سوسمه الصدرعة ولا الاطلس كنلقاو الناس كيعيشوا يعني تحت كيعيشوا تحت خط الفقر يعني كنلقاو واحد مجموعه ديال الضواوير الدريات الصغيرات عندهم يعني قاصرات عندهم 13 14 سنه كيتزوجوا يعني بلا زوجيه بلا حتى حاجه يعني عندهم شي عادات يعني هاد المسائل في الاخر كتنتج لنا ان المصير ديال هاد الفئه باواتهم ما كيقدروش يقريوهم ما كيقدروش يعني يكسيوهم ويوكلوهم كيدفعهم باش يمارسوا هاد المهنه لو ان الدوله يعني دارت مشاريع دارت فرص عمل للاسر في هاد المناطق لا يعني كانت ما واحد يعني خطوات مسبقه يعني للوقايه من هاد الامراض لان ما يمكنش شي وحده مثلا تمشي تمارس يعني اقدم مهنه هكا طوعا وصافي وانما كاين عوامل يعني فرضت عليها باش يعني تمشي دير هذا الشيء وبالتالي ان عاد يومين هادي قريت واحد المقال شي جاري دار استطلاع يعني في الاطلس مشات غير واحد الدوار وصافي لقات 32 حاله مصابه بمرض السيدة وهذه الفئه يعني هي غير ما بين 15 سنه و 18 سنه في واحد الدوار صغير يعني في الاطلس يعني هذه الفئه يعني ماشي كتمارس هذا الشيء يعني اعتباطا وصافي وانما كاين سياسات معينه الور كنظن ان الدوله كتخلق لنا عوامل اللي كتنتج لنا يعني ظروف مساعده لانتشار هذا المرض وبالتالي انها
يعني كتجيب لنا نفس الوقت يعني كاين مع كامل الاحترام للوزاره المعنيه ديال الصحه يعني كتجي يعني دير لنا حملات تحسيسيه يعني كاين سياسه كبرى سياسه اقتصاديه كبرى كتنتج اوبئه ولكن في نفس الوقت كتجي تقول لك ها الوقايه ها اعطينا لك المرض ولكن ها كيفاش سميتو دير الوقايه منه يعني كما كنقولوا باسم زفت يعني الجراسي وقزين الجوز فهمو ضغط الدوله يعني كنت تشد الضمارات ولا ني فقرشه شي شي صغير كيفاش توقع ومنويا باش انا كنعتبره كامل ايجابي يعني ويعني الاخوات اللي جاوا عندنا باش يأثروا لنا هاد سميتو الورشه مشكورات على الوجود اللي داروا ويعني كنعرف انه يعني هما عندهم الاخلاص ديالهم لهاد يعني العمل وواحد النيه يعني صادقه وإن هذه هي الملاحظ ديالي وشكرا. خويا يعني هادشي اللي قلتو مانيش حيت انا ما غنخرجش في السياسه نقول لك واش صحيح ولا ماشي صحيح المهم هذا لان هذا ماشي هو النطاق ديالي انا اللي كيهمني المهم انا قبل ما نكون في وزاره الصحه راني فرد من المجتمع انا راه بحال راني اصلا واحد الفرد من انا شي وحده من الدريوش ولا وحده من المهم وحده من المغرب يعني انا اللي كيهمني يعني انا نحضي راسي يعني انا ملي كنقول لك هاد الهضره انت ما تقول لي ودي لا المغرب جاب لنا ولا انت كيهمك راسك شكون اللي كيهمك في الاول في الاول وفي الاخر كيهمك راسك يعني انت حضي راسك شنو هي الحاجه اللي غتنفعني انا يعني انا عارف باللي ولا كنت بصح عارف باللي الدوله واش باغي لي واش باغي لي ولكن انا شنو باغي لراسي انا ما باغيش نمرض انا ما باغيش تحسني السيده انا ما باغيش السيده تحس نديها لواحد اخر وهادشي اللي يعني انت غتحمي راسك وانت هاد الميساج توصلو للناس اخرين يعني انت بحال هاد الهضره اللي يعني كل واحد وطريقته انت طريقتك باش تحمي المجتمع وتحمي راسك هي هذه غتقول لي ان الدوله كدير لي وكدير لي ولكن انا غنكون مطور يعني انا راني عارف انا قاري واصلا واعي وهذه انا شنو غنوصل حنا ما غاديش نلقاو اللوم دائما على الدوله الدوله انت غادي تقول الدوله انا غادي نقول الدوله ما وفرت ليش عاوتاني بزاف ديال الحوايج الانسان يبدا من راسو مع الدوله حقا الدوله كاين شي ظروف كتساعد هذا الشيء اللي قلت ولكن الانسان يبدا من راسو ما نميوش اللوم كله على الدوله الدوله ما غاديش دير لنا كل شيء خصها شي حاجه كتهمك يعني صحتك كاين شي حاجه كيف كتعامل معاه واش كاين شي مركز وطني اللي كتراعي هذا المريض هذا ولا كتخليه كيعيش حر وقد يدير الاخرين ولا الفئات الاخرين السؤال الثاني كيقول هو واش كاين اسماء الادويه اللي لهذا المريض واش ممكن تعطينا الاسماء ديالو في كنت قبيله ما شرحتهاش كل اللي كنسول كنت جاوبت على هذا السؤال حيت المهم انا كنهضر على الحاله ديالنا بحال حنا الدريوش المهم الله يستر لحد الان ما كاين حتى حاله ولكن وكا ولا لقينا شي حاله كنصيفطوها كاين مركز ناظور هما كاين اصلا مركز وجمعيه هما اللي كيتكلفوا بهذا الشيء كله كيقول لي ويديروا له كيتاكدوا له من التحليله كيقول لي يتاكدوا كيدير واحد التحليله واحده اخرى سميتها الويسترن بلوت هذيك اللي كيتاكدوا بها كيصيفطوه لسميتو كيصيفطوه لمراكز متخصصه تما كيعطيوه الدواء كيكلفوا له كلش ما عرفتش عقا بالضبط السميه ديال الدواء ولكن كيما درنا قبيله قلنا دواء ثلاثي يعني واحد الدواء كيجمع كلش الدواء كيجمع ذاك يعني كاع لي موليكول ديال كاع ديال الفيروس كيجمع ذاك الاخر وكيعطيوه دواء واحد هادشي اللي عرفت شي سؤال هنا صافي
إذا نحنا عرفنا مرض ديال السيدة كيفاش كينطلق الأعراض ديالو، شفنا ديما التصاور اللي بين لنا حالة السيدة خطرة ديال مرض السيدة، وفي مرض السيدة وخصوصا المناعة وأكثر الأمراض اللي تثير الإهتمام. أحسن طريقة اللي كنلقاها فيه هو الوقاية من التوعية، يعني التوعية يجب أن تتركها في الأسرة في المدرسة. التوعية ما تكونش هكا، يعني حتى في المدرسة هما مخصوصين يديروا بعد هكا بعد الحملات ديال التوعية، وتكون مبنية على طرق واضحة وبسيطة ومؤثرة خاصة الشباب، حيث أصبحت حاليا أكثر عرضة ووعي بهذا المرض. إذا لا مناص من تضافر جهود علماء أطباء ومرشدين ورجال الإعلام والجمعيات، كذلك كل من موقعه إن أردنا فعلا وضع حد انتشار هذا الداء، بحيث يكون هدف الجميع نشر قيم العفة والوفاء والسلوكات الصحية السليمة. فالعلاج الحقيقي لأي مرض هو ذلك الذي يستهدف علاج أسباب ظهوره وليس الأعراض. وشكرا. إذا مجددا كنشكر الأخوات على عرضنا الكريم، نمشي نتشكى مع الحضور الكريم ونقراو مع فيكوس ونجدو رمضان إن شاء الله.